أهدافك ما نشوف إلا ما نخليوك الفوق. عايز مبروك عليكم. مبروك عليكم. على تونس إن شاء الله. هلين أصبح. هلين شفت كيف استعمل أولاد. ديما بيك. مضروب ولا صباح. تضحك. تفضل. النجاح ونهنيو تونس ونهنيو كل من يعني يحب تونس. وشوف والشيء اللي انا فرحان به حاجتي، اولا انتم تظلمتوا ولكن ربي ما يحبش الظلم، لهذا فوق جينا وتوا مسحنا هالحكايه ننظر لقدام. نحن ما عندناش مشكلة، مصاري أخواننا وأشقائنا وعندهم تاريخ ونحن كذلك أيضا عندنا تاريخ، نلتقيه دائما في في في, في المعالي. وشوفوا وقت اللي يقع في في الميدان، أولا ساعة تواصل كله كانوا في المستوى اللي يلعب واللي يتفرج باستثناء بعض الامور الجزئيه. والتوانسه الكل معكم، وشوفوا وقت اللي التوانسه تتلم مع بعض نعملوا العجب ان شاء الله. في السياسه يتبعوكم، مش واقع هذا في السياسه، مش واقع ان شاء الله يتبعوكم. نحن دائما نناديو كونه يلزم الناس تكون مع بعض، لكن من سوء الحظ يعني تجري الرياح بما لا يشتهي السفينة الغم، لكن درس باهي وموعظة إن شاء الله معناها ناخذ من هذا الدرس هذا. أنا عندي تعهدات خارجية خدمتي وباش نمشي تو، وهذاك علاش حبيت نخبركم. ولو أنا 57 رئيس دولة تو استناو فينا في باريس تو، يعني هكا يعني خاطر المئوية انتم هي المئوية نتاع الترج، ولكن هذه ثورة المئوية نتاع الارمستيس نتاع عندهم 100 سنة. على كل حال نهنيكم وبارك الله فيكم، وبذلتوا مجهود وان شاء الله المجهود هذا يتواصل ان شاء الله. والتوانسة راهو فماش منهم برشا في العالم، واذا كان احنا تو العالم اجمع انها فرحان بينا ويقول يعطينا كمثل مثال التقدم وفي الديمقراطية وفي الشعوب اللي كانت مولة عليها وخرجت من الاستعمار. أقول لك تونس نمرة واحد بالرغم اللي نحن قلة، لكن قلة يلزمها تكون متضامنة مع بعض. إن شاء الله اللي يتحقق في الرياضة نحققوه في الميادين الأخرى إن شاء الله، وما ذاك على الله بعزيز إن شاء الله. سيدي ربي يعاونكم وبارك الله فيكم ونهنيكم مرة أخرى، نهنيو بعضنا. فهمت ولا لا؟ بارك الله فيك. سلام عليكم. كلكم ولادنا. وبارك الله فيك. الله يعزك. وينو تراوري؟ ها؟ وين؟ زين مصر. الشعب الصورة. هذاك زين ولدي طرش. فهمت ولا لا؟ هذا درس. مرحبا بكم. سعد وينو سعد؟ سعد وين؟ صحيح.
عايز بركه الله فيك.